السلام عليكم. يقول خبراء إن مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب بشكل كامل، لكنه في الوقت نفسه يحمل كثيرا من الألغام التي توفر لإسرائيل فرصة مواصلة الحرب خلال المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث أعلن بايدن ما وصفها بخارطة طريق إسرائيلية، زاعما أنها تقود لسلام دائم في غزة، وداعيا حركة المقاومة الإسلامية حماس للقبول بها لأنه كما وصفها الفرصة الأخيرة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن المقترح يمثل فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين، وإنه قد تواصل مع دول عربية وإسلامية لإقناعها بالضغط على حماس من أجل قبول هذه الصفقة. ينص المقترح على مرحلة أولى من 6 أسابيع يتم خلالها وقف القتال بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في قطاع غزة مقابل إطلاق عدد من أسرى الجانبين، إضافة إلى استمرار المفاوضات خلال هذه الأسابيع 6 من أجل التوصل لوقف دائم للقتال. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قال إن المقترح الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يحمل أفكاراً عامة، مؤكداً أن الحركة بحاجة لتفاصيل والتزام إسرائيلي واضح بما تم التوافق عليه خلال أيار مايو الماضي، مضيفاً أن الحركة تنظر بإيجابية إلى حديث بايدن لكنها بحاجة لاتفاق مكتمل التفاصيل، لأن الإسرائيليين يماطلون فيما يتعلق بوقف القتال بشكل كامل ويحاولون البقاء في بعض مناطق قطاع غزة. في هذا السياق نطرح التساؤلات الآتية: هل خطة بايدن لوقف إطلاق النار أكسبت حماس قوة أكبر مما كانت عليه في الماضي؟ لماذا تخلت حكومة الاحتلال الصهيوني عن شرطها الأساس الذي تمسكت به وهو القضاء على حركة حماس؟ هل ستخرج إسرائيل من هذه الحرب وهي تعاني من عزلة أكثر من أي وقت مضى؟ وهل خطة بايدن إعلان صريح بالنصر لفصائل المقاومة الفلسطينية بعد أن عجزت قوات الاحتلال عن تحقيق أي من أهدافها التي أعلنتها بعد 7 أكتوبر؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان مقترح بايدن لوقف إطلاق النار، من سيخرج منتصرا؟ سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر. دكتور حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. وعبر سكاي من رام الله الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد القيق. أستاذ محمد حياكم الله. حياكم الله أنت وضيوفك ومشاهديك. وعبر سكايب من نابلس عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الأستاذ محمود الصيفي. أستاذ محمود مرحبا بكم. تحياتي لكم. حياك الله. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود بإذن الله. إذا المشاهدين الكرام نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع مقترح بايدن لوقف إطلاق النار، من سيخرج منتصرا؟ أبدأ معكم دكتور مأمون أبو عامر. المقترح الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يحمل أفكار عامة، ولكن حركة المقاومة الإسلامية حماس بحاجة لتفاصيل والتزام إسرائيلي، وصفه أسامة حمدان بأنه يجب أن يكون واضحا. تعتقد أن الإسرائيليين سيماطلون كعادتهم وبالتالي يحاولون البقاء في مناطق قطاع غزة دكتور؟ إذن تحية لك مشاهدي الكرام وضيوفك الكرام. حياك الله. أعتقد أن الخطة التي طرحت تحتاج إلى عملية أساسية وهي عملية الضمانات، والضمانات هنا ليست المقصود بها أن أمريكا تعطي ضمانات مكتوبة ولا لا مكتوبة ولا شفوية، لأنه هذا غير معقول يعني. والتجربة مع أمريكا واضحة تماما، بالأمس كان هناك اقتحام للمسجد الأقصى ترفع فيه الأعلام بحراية الشرطة الإسرائيلية وتؤدى فيه صلوات، مع أن هناك اتفاق
بيكر جيمس بيكر، اتفاق جون كيري جون نعم. كيري على الملك عبد الله ونتنياهو على ان فقط اليهود يدخلوا المسجد الاقصى فقط كسياح وزوار ولا يقيموا اي مشاعر واي علامات على انهم يهود. صحيح. هذا اتفاق مع الاردن الصديق. فكيف سيكون مع حماس اي اتفاق؟ وهذا اتفاق مكتوب، اتفاق اوسلو وقع في البيت الابيض. طيب الإدارة الأمريكية لا تفهم أي اتفاق ولا تشكل ضمانة لأي اتفاق إلا الضمان لمصلحة إسرائيل. أما إذا خلت إسرائيل بأي بند فلا تحاسب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا أحد يحاسبها. لذلك الاتفاق يجب أن يكون به ضمانات بنفسه، والضمانات يجب أن تكون المراحل التي يتم الاتفاق عليها تؤدي حتما إلى المراحل القادمة حتى نصل إلى مرحلة وقف إطلاق النار. لكن إذا كانت المراحل ستؤدي فقط لتأدية المصالح الإسرائيلية فأعتقد أن حركة حماس لن تستطيع القبول بأي اتفاق يلبي المصالح الإسرائيلية ويعطي نتنياهو نصرا. طيب. الشارع الإسرائيلي ويخفف عنه الضغط بأنه حقق إنجازا من خلال يدعي أن العملية العسكرية والضغط العسكري هو الذي حقق الإنجاز. لذلك حماس لن تستطيع القبول بهذا الاتفاق بهذه الطريقة، إنما المطلوب أن يكون هناك اتفاق متكامل يوصل إلى وقف إطلاق النار. وواضح تماما أن منذ اللحظة الأولى عندما تحدث الرئيس الأمريكي على الجوانب الإيجابية هو اتفاق أمريكي تحدث فيه الرئيس الأمريكي، هو مبادرة إسرائيلية أخذ منها الرئيس الأمريكي الجوانب الإيجابية التي تقبل بها حماس وقال أنها موجودة في الاتفاق. حماس قبلت بالإطار الذي تحدث به الرئيس الأمريكي. لكن هذا الإطار عندما تحدث بالتفاصيل الأصل أن يكون التفاصيل تنبع من الإطار، كما هو مثلا الدستور هو إطار ناظم للقوانين. ولماذا توجد المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية لمراجعة الأحكام تصدر من نواب الشعب أو من الحكومة بما يتناسب مع الإطار العام وهو الدستور. طيب. ولذلك الإطار العام الذي تحدث به الرئيس بايدن يختلف عن النصوص التي تحدث بها نتنياهو. قال أن الاتفاق أن الخطة الإسرائيلية لا تضمن وقف إطلاق النار ولن نقبل وقف بمعركة لا تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لن نقبل بصفقة تؤدي إلى وقف إطلاق النار إلا بانتهاء حركة حماس. وضف عليه وزير الدفاع بالأمس عندما قال أن التفاوض مع حماس يتم تحت النار. فكيف سيكون هذا الإطار؟ طيب. إذا كان الإطار الذي وضعه الرئيس بايدن يطلب من حماس تقبل منه، فليطلب من الإسرائيليين أن يلتزموا بما تحدث هو ولا يطلب من الطرف الفلسطيني. أستاذ محمد القيق، يعني حماس أعلنت بشكل واضح على لسان السيد أسامة حمدان، حماس تطالب بخطوات محددة وواضحة للانسحاب وإغاثة سكان القطاع، وهذا طبعا أمر بديهي. لكن تعتقد أن الولايات المتحدة الداعم والحليف الرئيس لإسرائيل تعتقد أنها ستكون طرفا ضامنا لتنفيذ خطة أو مقترح بايدن أستاذ محمد؟ الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم 7 أكتوبر حتى اللحظة لم تكن لا طرفا ضامنا ولا وسيطا نزيها ولا حتى مراقبا صامتا، هي كانت في صالح الإسرائيلي. ما الذي تغير؟ الذي تغير أن هناك جبهة أخرى يجب أن تفتح من قبل الإسرائيلي وهي جبهة لبنان. ولا يعقل في المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية الأمريكية والإسرائيلية أن تفتح الجبهات مع بعضها البعض. هنا جاءت خديعة بايدن. خديعة بايدن تنص على مبدأين، المبدأ الأول فصل طوفان الأقصى وملف القضية الفلسطينية عن منطقة الإقليم، وهذا ما يعرف بعزل الساحات، وهذا قرار استراتيجي متخذ لدى الأمريكي والإسرائيلي وبعض الأطراف العربية، ليس من الطوفان بل قبل الطوفان من خلال قمتي شرم الشيخ والعقبة الأمنيتين، وفيها كان القرار فصل الساحات. الأمريكي في هذا الإطار يريد فصل الساحات، أي أن هناك هدنة. طيب كيف هذه الهدنة ستمضي؟ يجب أن لا تكون ماسة بمعنويات واستراتيجيات الإسرائيلي، وأيضا يجب أن لا تكون نصرا للفلسطينيين، أي أنها بدون عمق وبدون استراتيجية. وبالتالي هو يصطاد عصفورين في حجر، الأول عزل الساحات لاستفراد الإسرائيلي في لبنان كأنها وكيل إيراني ومنطقة أخرى، والثاني هو عدم وجود نتيجة سياسية لطوفان الأقصى، تفريغ الطوفان من مضمونه وإبقائه في عموميات تبادل الأسرى، حتى أنه يقول معادلة ما يسمى ب
الافراج عن الرهائن وغيرها. وبالتالي هذه النقطه مهمه جدا في اطار التعامل الامريكي. هنا لماذا يريد الامريكي عزل الساحات، او لماذا يريد ان يفصل ملف غزه عن غيره؟ اولا الهزيمه الميدانيه للجيش الاسرائيلي واضحه وليست بحاجه لنقاش. اثنين، حاله الردع الاسرائيلي لم تقف فقط على انهياره عسكريا، بل باتت انهيارا دبلوماسيا كما حدث مع إسبانيا، إيرلندا، وبلجيكا، وجنوب أفريقيا، وأيضا انهيارا اقتصاديا كما حدث مع تركيا في قطع العلاقات، ودول أخرى كولومبيا والبرازيل وكذلك الموانئ. إذن الإسرائيلي الآن في أزمة في كل الجوانب، حتى الأخلاقية والشعبية والدولية والقانونية. والآن إخفاء ملف غزة بهدنة وتسمى خديعة بايدن، ويحاول بعض الأطراف العربية الضغط الكبير على حماس للموافقة على هذه الخديعة الشكلية حتى تتوقف المسيرات في العالم، المقاطعة لإسرائيل، ترتاح إسرائيل من المشهد الدولي الذي يلاحقها، وتستر كل الملفات، وبالتالي يستفرد في جبهة أخرى، ومن ثم يعود الجيش الإسرائيلي إلى غزة بالطريقة التي يراها. لذلك ما يسمى بصفقة بايدن هي اعتراض على المقترح الذي وافقت عليه المقاومة في الشهر الماضي، وبالتالي هذا غير منطقي وغير معقول، خاصة أنه لا زال هناك رفض للوساطة التركية والروسية. هذا يعني أن النية سيئة في المرحلة المقبلة. أستاذ محمود الصيفي، كما ذكر الأستاذ محمد القيق بأنه يعني ربما سيعود الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة، وهذا ما تؤكده ويؤكده أحاديث بنيامين نتنياهو ووزيريه المتطرفين بن كفير وسموتريتش، حيث يرفضون فكرة وقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس بشكل كامل. هذا يعطي مفهوما ويعطي نتائج أننا نتوقع ربما حربا ثانية بعد تبادل الأسرى. هل هذا وارد أستاذ محمود؟ يعني العقيدة الصحفية خاصة هذه الحكومة المتطرفة ليس غريبا عليها. يعني معظم الحكومات الصهيونية المتعاقبة لم تلتزم بأي اتفاقية وقعتها مع أي دولة سواء عربية أو حتى مع المقاومة في غزة على في عدة حروب، ولا مع السلطة الفلسطينية. يعني لو أردنا أن نرجع إلى الوراء، يعني موضوع أن هذه الحكومة ستلتزم، يعني لا أحد يتوقع، ويتوقع دائما أن هذه الحكومة هي حكومة نفاق وحكومة غدر. يعني موضوع مثلا معبر رفح ومحور فيلادلفيا، يعني اتفاقية كامب ديفيد، الكل يعلم أن ممنوع على الجيش الصهيوني بآلياته ودباباته الوصول على مسافة كيلومتر واحد، ولكن الآن جيش الاحتلال معسكر على حدود مصر، وبالتالي خالف اتفاقيات كامب ديفيد. يعني عودة إلى موضوع الاتفاقية والالتزام، يعني الكيان الصهيوني كثير من الاتفاقيات ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية بشكل عام 2008 2014 2021، يعني كل هذه الحروب خاضتها المقاومة ضد هذا الاحتلال النازي ولم يلتزم. تدخل مصر، تدخل الأمريكان وهو تدخل غير نزيه دائما، كل هذه التدخلات وكل هذه الاتفاقيات لم تلتزم بها هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة، وبالتالي لا نعول آمال نحن كفلسطينيين ولا كمقاومة فلسطينية ولا حتى المناصرين للقضية الفلسطينية الذين يجوبون كل ميادين العالم الآن، يطالبون الولايات المتحدة الشريك الأكبر في هذه الجريمة، تطالبون بوقف هذه العدوان. وبالتالي عودة على الصفقة أو الهدنة أو إعلان بايدن، يعني أسماء كثيرة أطلقت في الإعلام، لكن بايدن يريد، هو خديعة للكل حقيقة، هو يريد أن يتوجه بنفسه إلى الوراء، يريد أن يرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنه الآن معرض للفشل في الانتخابات القادمة. وبالتالي تغيرت حقيقة، تغيرت أستاذ محمد
الأهداف، يعني أهداف الحرب الصهيونية والأمريكية. الهدف الأول كان القضاء على حركة حماس والمقاومة. الهدف الثاني تخليص الرهائن. الآن يريدون التفاوض مع المقاومة. دكتور مأمون، في حال تم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هناك صحف غربية تتحدث، من ضمنها جيروزاليم بوست، تتحدث أن المنتصر في هذه الحرب هي حركة حماس. ما هي المعطيات التي تم التعكز عليها في طرح موضوع انتصار المقاومة الفلسطينية في حرب غزة؟ هو الحديث أحيانا في الانتصار والهزيمة ليس بالضرورة أن يكون يشرح الواقع يعني. نعم. إنما الهدف منه هو شحن الشارع الإسرائيلي ضد هذه الفكرة، أنه أن يقبلوا بالخطة، وتبرير موقف الحكومة أنه هذه القبول بوقف إطلاق النار يعني هزيمة انتصار لحماس وهزيمة هزيمة لإسرائيل. هل تقبلون هذا الأمر؟ وهذا دعم لموقف نتنياهو الرافض لوقف إطلاق النار. هذا بتصور، لأنه فعلا إذا يعني خرجت حماس في هذا الأمر بما تريد، لأنه اعتبرها بقاء يعني القوى يعني القوى أو ما يسمى بحروب العصابات أو الحروب الغير متناظرة، إذا دخلت هذه القوة في حرب وبقيت بعد الحرب مستمرة كما هي بدون أن تفقد قدرتها على الحضور الميداني، فمعنى الكلام هي منتصرة. هذا المفهوم التحليل المفهوم السياسي، لكن هو هناك استحقاقات كثيرة موجود ستأتي بعد ذلك، لأنه هذه الحرب إذا بقيت فقط الانسحاب وانسحاب إسرائيلي على المنظور المجتمعي لن يرتاح الناس، يعني سيسألون أسئلة كثيرة في داخل قطاع غزة، لكن على المنظور الاستراتيجي الذي يعني هو ينظر من هو خارج الحرب. وأنا أميز نقطة مهمة جدا على الناس أن يعني أن يدركوها المشاهدين، يعني أن المواطن في غزة يعاني معاناة شديدة جدا، يعني يعيش أهوال يوم القيامة. فالحديث عن قضية أنه وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي هذا لن يكفيه، يعني لن يطبب جراحه، لكن هو لا يدرك حجم بالمجمل، يعني الناس يفقدوا الاتصال، فاقدين الاتصال مع العالم الخارجي بشكل أو آخر، لأن لا توجد كهرباء، لا توجد إنترنت، ولذلك هم لا يعرفون ماذا يدور في العالم من تغيرات جيوستراتيجية كبيرة جدا. الاحتلال يدرك، الإدارة الأمريكية تدرك هذه المخاطر، وتدرك أن إسرائيل تأكل في يعني تستهلك في الأصول الوجودية لها، وهي قضية الدعم الخارجي. هناك يعني اليوم تتجرأ دول يعني أوروبية على طلب محاسبة إسرائيل، اليوم أسبانيا تنضم إلى قائمة الدول التي تطالب في محكمة الجنايات الدولية. في الشارع الأمريكي هناك أجيال قادمة، جيل زد يعني كما يقولون، يعني لديه قناعة. وهناك في مقابلة حديثة مع أحد مساعدي ترامب قال هناك نحن في صدمة، في أزمة، أن الجيل الجديد يرى أن ما حدث في 7 أكتوبر ما هناك ما يبرره، وليس فقط أنهم متعاطفين مع الشعب الفلسطيني فيما يعانيه، لا، هم متعاطفين أيضا مع ما حدث في 7 أكتوبر. طبعا هم هذا الأمر لن يكون نتائجه، وهذه النقطة المهمة، أن الناس في الأزمة الحالية في قطاع غزة يعيش الأزمة، ومن يعيش الأزمة يبحث عن مخرج، لكن على المدى البعيد هناك ثمن قاسي إسرائيل ستدفعه، والحكومة الإسرائيلية تدفع هذا الثمن. لماذا؟ لأن نتنياهو حول هذه الحرب إلى حرب وجود وليست حرب معركة سياسية، ولذلك هو في البداية دفع بالحرب بمسارين. المسار الأول هو المسار الانتقامي، وكانت للمقاربة الانتقامية. وأنا بذكر بحديث الرئيس الأمريكي بايدن عندما قال أنا أدعوكم أن تفكروا من رؤوسكم ولا تفكروا من أمعائكم. لماذا؟ لأنه هو يقصد الحديث أن التفكير يجب أن يكون هناك قرار سياسي، ولا يكون هناك قرار مقاربة انتقامية في هذه المرحلة ثم النظر بعد ذلك في التفكير السياسي. لماذا؟ لأنه الآن إسرائيل أصبحت تفكر، بدأ التفكير في الداخل الإسرائيلي، خاصة مؤسسة الجيش، بالمغزى السياسي، بالهدف السياسي. الآن ما وضعه نتنياهو من قواعد وشروط للانتصار وصورة النصر أثقلت على المؤسسة العسكرية، وحيث أن هذه المؤسسة أصبحت محاصرة برؤية نتنياهو للنصر، وهذا أصبح الآن ثقل على الجميع. وهذا مع يعني ميكانيزمات ما يدور من صراع وتصعيد في الشمال كما تفضل الزميل
من نعم. في الطرف الآخر نعم. عندما قال أن ما يحدث في لبنان نعم أن تصعيد ميكانيزمات ما يحدث في الساحة اللبنانية أصبحت حاصرت حزب الله وحاصرت إسرائيل بماذا؟ أن الطرفين كانوا لديهم قناعة بأن لديهم القوة، وكانت القوة المغرية لحزب الله بأن يتحدى إسرائيل، ومغرية لإسرائيل بأنها تستمر بالحرب، لكن الطرفين كانوا غير معنيين بالذهاب إلى الحرب، كانوا معنيين بسقف معين، لكن ميكانيزمات المواجهة التي حصلت الآن أصبحت عبء على الطرفين بأن إسرائيل لا تستطيع الآن أن توقف الحرب مع حزب الله. صعب جدا، إلا أن ينسحب حزب الله إلى الشمال، وهذا يعني هزيمة، وحزب الله لا يستطيع أن يقبل بموته أو ينتحر بطلب إسرائيلي، إلا أن يتحدى، وإسرائيل أصبحت أمام خيار صعب، إلا أن تدخل حرب في 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 في, 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 في لبنان. ولذلك الآن الفكرة النقطة، وهي قضية أنه طرح المبادرة في هذا التوقيت أصبح عقد المشهد. نتنياهو لا يستطيع وقف القتال إلا بهزيمة حماس كما هو وضع، لكنه في هذا الوقت لا يستطيع أن يوقف الحرب في الشمال، وهو محتاج لوقف في الشمال إلا بأن تتوقف أيضا في الجنوب، وبالتالي أصبحنا الآن في حلقة مفرغة، أين تبدأ وقف إطلاق النار وكيف سيبدأ، وبالتالي أصبح المشهد معقد بشكل كبير. طيب أستاذ محمد القيق، خطة بايدن تقضي بترك حماس في السلطة داخل القطاع، هذا الأمر كما تعرفون يأتي مغايرا لما أعلنت عنه إسرائيل والذي تمسكت به، وهو القضاء تماما على حركة حماس. ولكن السؤال الذي نطرحه هنا، يعني ما الذي جعل حكومة الاحتلال تتخلى عن هذا الشرط المهم بالنسبة لها؟ حكومة الاحتلال لم تتخلى عن الشرط حتى اللحظة، كل ما نراه في الإعلام عكس ما يكون في الواقع. الذي نراه في الواقع هو مجازر وذبح وقتل وتشريد ومجاعة، وبسلاح أمريكي وبغطاء من 4 دول عربية، وحالة الصمت من جامعة الدول العربية المشلولة التي يراد تغييرها لجامعة دول الشرق الأوسط لإدخال إسرائيل وإخراج فلسطين من المعادلة. هذا أمر حتى اللحظة، منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة هو القائم. ما الذي تغير؟ فقط صمود المقاومة الفلسطينية، إرادة المقاومة، ووصول صوت الفلسطينيين للعالم، ما أحدث جيش تائه وردع تائه، وصورة إسرائيل وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في انقطاع متصاعد. هذا المشهد هو الذي أحدثه فقط صمود المقاومة. طيب ليش صمدت المقاومة؟ هذا يعطينا طول أمد الحرب. إسرائيل لم نجربها سابقا، قبل عام 2000 لم تجرب إسرائيل في حروب شرسة مواجهة. انتقلت الأمور إلى مرحلة تحرير لبنان، إلى مرحلة تحرير غزة، إلى المواجهة 2006 في لبنان، إلى المواجهة 2008 في غزة، 2012 في غزة، 2014 في غزة، 2019 في غزة، 2021 في غزة. كل هذه المواجهات راكمت لدينا معادلة أن الإسرائيلي كان يحمل شعار الردع وهو شعار وهمي انتهى، وأن الإسرائيلي كان يحمل شعار الأمن وهو شعار وهمي انتهى، وأن الإسرائيلي كان يحمل شعار أن لا إفراج عن أسرى ملطخة أيديهم بدماء وهذا كسر بصفقة الشريط. إذن الأمور تغيرت في المنظور الفكري لدى الفلسطيني ولدى العربي بشكل عام، وهذا يعطينا الدلالة على أن كل ما يجري الآن من خطة بايدن هي فقط تفريغ معنوي وهزيمة معنوية للفلسطينيين، وإن كانت شكليا مبادرة سلام يطرحها بايدن. لا يمكن أن يتعاملوا مع طوفان الأقصى ليكون نتاج سياسي له، هذا قرار الأمريكي والإسرائيلي ومعه الدول العربية، أنه يجب تفريغ طوفان الأقصى من مضمونه، ويجب عزل الساحات، ويجب أن تذاق المرارة للفلسطينيين من خلال الإبادة الجماعية للضغط على الضحاضن الشعبية، ومن ثم الضغط على المقاومة. هذه العناصر الثلاث لم تحقق حتى اللحظة، وبالتالي بات الكل يسأل، حتى الجيش بدأ لديه مفلسفين فلسفة كبيرة أنه لا نستطيع ونستطيع ولا نتلقى قرارا سياسيا ونتلقى قرارا سياسيا، مع أنه لو نجحوا في ديسمبر 2023 كما وعد جالانت أنه سينتهي من حماس في غزة وأن الباخرة في البحر ستنتظر لإخراج قيادة حماس من غزة، لما رأينا هذا الانتقاد، ولا ما رأينا هذه الاستقالات، ولا ما رأينا المقاطعات في العالم، ولا ما رأينا محكمة الجنايات، ولا محكمة العدل الدولية، ولا الموانئ، ولا غير ذلك، لأن طول أمد الحرب جلب كل هذه المواقف. وأنا أقول لك
كلما تطورت الحرب وطال أمدها إسرائيل تخسر من مخزونها الاستراتيجي، لأنها تستنزف حاضنتها الشعبية وجبهتها الداخلية وحاضنتها الدولية والحالة التي بنتها على مدار 75 عام، ولا خسارة للفلسطينيين. هذه الشهادة وهذا الدمار هذا جزء معروف لدى الشعوب في المقاومة والمواجهة لأنهم تحت احتلال. الهدوء هو لصالح المحتل، والمواجهة هي لصالح الشعوب التي تحت الاحتلال، هذا عرف طبيعي. أما على فكرة أن تبقى حماس في الحكم، هذا قرار أمريكي أصلا من 2006-2007، أن تبقى حماس تسيطر على قطاع غزة وتدعم من خلال قطر بحجة أن قطر مع المقاومة، وأن تدعم فتح في الضفة الغربية بحجة أن فتح مع أوسلو. هذا مشروع الانقسام الذي تديره أمريكا، وأشارت إليه كوندريزا رايز بمعنى الفوضى الخلاقة. المنطقة التي لا تستطيع أن تفرزها كلها لصالح الأمريكي، قسم الأدوار، أعطي قسمين في كل دولة. هذا يحدث الآن في سوريا، ويحدث الآن في ليبيا، ويحدث الآن في السودان، ويحدث الآن في فلسطين بهذه الطريقة. الذي قلب هذه المنظومة وهذا المخطط، وهو مخطط الانقسام، يعني لا راح نعطي فتح دولي ولا راح نعطي حماس دولي، خليهم في إدارات مدنية، حماس تدير غزة وشؤونها الإدارية، وفتح تدير الضفة وشؤونها الإدارية. جاءت القسام وجاءت المقاومة بالصدمة التي أعتقد أن طوفان الأقصى لم يكن في غلاف غزة، بل كان في عواصم أربع دول عربية والبيت الأبيض. طيب، وهذا الذي أدى إلى هذه النتيجة. أستاذ محمود، بايدن يقول إن حماس لم تعد في هذه المرحلة قادرة على تنفيذ هجوم آخر مماثل كالذي حدث في 7 أكتوبر. سنسمع وسنبحث هذا الموضوع، ولكن دعني أنتقل إلى فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل ونعود إن شاء الله. بالعين والسن بالسن والباد الله. يعني لو يتم التحقيق، لا اليوم اكتشفنا مئات المقابر الجماعية اللي تم فيها قتل هذه المجموعات من شبابنا بالملابس المدنية. هذه الجريمة الكبرى التي تعد واحدة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، تغييب مئات الآلاف من المواطنين. لم يبقى أي مغيب، الكل تم تصفيتهم. مغدورين ينطينا زلمنا، ميتين ينطينا اياهم الحلبوسي، ما طول يضربيهم مغدورين. أهلا بكم من جديد. نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع مقترح بايدن لوقف إطلاق النار، من سيخرج منتصرا؟ أجدد الترحيب بضيوفنا دكتور مامون أبو عامر والأستاذ محمد القيق والأستاذ محمود الصيفي. أستاذ محمود، تصريحات بايدن تتحدث أن حركة حماس لم تعد في هذه المرحلة قادرة على تنفيذ هجوم آخر مماثل كالذي حدث في 7 أكتوبر، ما مدى دقة هذا الطرح من قبل بايدن؟ يعني هو يتمنى ذلك، ولكن الواقع غير ذلك. يعني شاهدنا كل هذه القوات الصهيونية، يعني رفع فيها 6 ألوية، اليوم انسحب لواء في قطاع غزة. يعني الجيش الصهيوني هو تاه في قطاع غزة،
وبالتالي هذه الهزيمة الميدانية تؤكد لبايدن مرة أخرى أن العودة إلى الهدف الأول هو الهدف، هو القضاء على المقاومة الفلسطينية خاصة حركة حماس. وبالتالي كل هذه التصريحات وحتى الإعلان الذي أعلن عنه مؤخرا كصفقة وكإنهاء للحرب، كل هذه الذي يعني تصرف فيها أو ذكرها بايدن هي التفاف حقيقة، هو يريد أن يلتف على المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية الآن في أوجه قوتها، ولست يعني كمراقبين أو كأبناء الشعب الفلسطيني من يقول ذلك، ولكن الجيش الصهيوني قادة جيش الاحتلال اليوم بقولوا قادة جيش الاحتلال يقول إذا أردنا أن نقضي على حماس نحتاج إلى 7 إلى 8 أشهر وممكن سنوات. وأيضا بالمقابل يعني بعض الإعلاميين أو صدر عن الإدارة الأمريكية أن الجيش الصهيوني يعني قتل كل مقاتلين حماس والمقاومة الفلسطينية ولم يبقى إلا 8 إلى 12 مقاتلا. هذا حقيقة، هذا يريد أن يضر الرماد بالعيون خاصة للمجتمع. نعم يبدو أننا فقدنا. نعم طيب، لمجلس الوزراء رسالة لكل المنادين للقضاء على الاحتلال قطاع غزة بشكل كامل والبقاء فيه طويلا. كل هذه المقدمات من بايدن لإشباع يعني قادة الاحتلال بأنهم انتصروا، أنهم قضوا على حماس، ولكن الواقع ليس كذلك. اليوم هاجموا يعني بالصواريخ غلاف غزة، يعني معظم المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ لكل المستوطنات، وهناك خرائط، وبالعكس هناك تطور للمقاومة الفلسطينية. أصبحت الآن المقاومة الفلسطينية رغم كل هذه التضحيات يعني الشهداء الأسرى الدمار يعني هذا ديدن الاحتلال، وهو الآن يدمر في الضفة الغربية، يدمر في مخيم جنين، في قلقيلية، الآن يدمر البنية التحتية وقتل أكثر من 500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية معنية أن تقنع الجيش الصهيوني وحكومة نتنياهو أنهم حققوا أهداف، وأي أهداف هذه التي حققها؟ فلم يحقق جيش الاحتلال سوى المزيد من الهزائم، مزيد من معنويات منهارة لكل قادة جيش الاحتلال، حتى يعني قادة جيش الاحتلال السابقين دا يعني يقولون بتصريحاتهم أن جيش الاحتلال لم يحقق ولن يحقق الأهداف بالقضاء على حركة حماس. دكتور مأمون، بايدن يعلن ما وصفها بخارطة طريق إسرائيلية وزعم أنها تقود لسلام دائم في قطاع غزة، يعني أضع بعض الخطوط الحمراء تحت إقامة السلام دائم في غزة، وأيضا دعا حماس للقبول بها ووصفها بأنها ستكون هذه الفرصة الأخيرة. إلى ما يلوح بايدن؟ هل هو تهديد لحماس؟ هكذا أنا فهمت دكتور. يعني دعنا نفند الأمور بندا بندا، يعني خارطة الطريق، يعني بعيدنا إلى خارطة الطريق عام 2003 التي جاء بها جورج بوش على السلطة الفلسطينية، ومن أجل بهدف إقامة دولة فلسطينية، وتحفظ عليها شارون 14 تحفظ، قبل منها الإدارة الأمريكية 12 تحفظ، وأفرغت الخارطة الطريق من مضمونها. وبالتالي خرائط الطريق كلها يعني ما دامت جاءت من أمريكا فهي طبعا عندها تحفظات إسرائيلية. طبعا هو يتحدث عن خارطة الطريق إسرائيلية. إسرائيلية، نعم، هذا وصفها إسرائيلية. نعم. والإسرائيليين يتحفظون على تفسيرات الرئيس الأمريكي، لأن يتحفظون على تفسيرات الرئيس الأمريكي. فماذا بقي حتى يقبل، حتى تكون هذه خارطة الطريق تؤدي إلى الطريق؟ هذه خارطة الطريق للتوهان في الطريق، يعني وليست خارطة الطريق تدل الناس على مصالح الأمن والاستقرار. وبالتالي يعني لا يعني للحديث عن أن عن أن هذه خارطة الطريق ستؤدي إلى الأمن والسلام. سلام ما الذي السلام الذي تتحدث عنه إسرائيل؟ الذي يتحدث عنه وزير الدفاع جالانت الذي لا تفاوض مع حماس إلا تحت النار؟ الذي تحدث عنه نتنياهو لا سلام إلا بالقضاء على حركة حماس، لا تنتهي العملية العسكرية إلا بالنصر العاصم والقضاء على حركة حماس. كل هذا يعني هذا المسار
فلذلك الآن بماذا يعني تكون الرسالة؟ هل رسالة تهديد؟ طبعا هي رسالة تهديد، يعني تفهم أنها رسالة تهديد، لكن ماذا هم فاعلون؟ يعني هذه رسالة تهديد، يعني إذا كان الرئيس الأمريكي رئيس أكبر دولة في العالم، سوبر باور، في هذه القوة، عنده 13 حاملة طائرات موجودة في العالم، عنده آلاف القنابل الذرية والنووية، ويهدد حركة حماس، أعتقد أن هذا كلام يعني يشي بالشيء وأزمة نفسية عند بايدن. يعني مشكلة بايدن أنه يعني يريد حركة حماس أن تقبل هذه الصفقة ليتفرغ إلى ما يريد، ولذلك هو يمارس الترغيب والترهيب، هذه فرصة لوقف إطلاق النار وإلى آخره، وأنها وسيرة وإلا فرصة الأخيرة. نعم. بايدن يعاني من أزمة فكرية، لو في عنده أزمة ذاتية في نفسه، هو يحب إسرائيل لدرجة الولاء ويعني بشكل كبير، وعنده رغبة جامحة في البقاء على السلطة، ولذلك هو يعني كما يقول لديه حبين يعني، ولذلك هو تائه ما بين الحب لإسرائيل والحب للسلطة وغرامه في السلطة، ولذلك هو مرة يختار هنا ومرة يختار هناك. ولذلك بالأمس قال عن نتنياهو أنه لا يريد وقف إطلاق النار من خوفا على مصالح الشخصية، وبالتالي ثم ثاني يوم سحب هذا الكلام وقال أنا لم أقصد ذلك. لا تعرف بالضبط ماذا يريد أبو صاحب القلبين يعني. طيب. توصيف دقيق دكتور. أستاذ محمد القيق، هناك محللون تحدثوا عن المقترح وقالوا بأنه يحمل الكثير من الأفخاخ التي يمكن لنتنياهو استغلالها لعرقلة التوصل لاتفاق، خصوصا ما يتعلق بالمرحلة الثانية. نتنياهو كما هو معروف متمرس في موضوع إفشال المفاوضات وإطالة أمدها. هل خطة بايدن أستاذ محمد بحاجة إلى ضمانات دولية، بمعنى أكثر وضوح إشراك أكبر عدد من الدول الضامنة لضمان تنفيذها؟ هل تعتقد ذلك؟ هي خديعة بايدن وليست خطة بايدن، ولا يوجد خطة أمام حماس والمقاومة كي تدرس، هي فقط أفكار عامة وأنفاق سياسية حتى يقضوا على الأنفاق العسكرية التابعة لحماس. حماس والمقاومة صنعوا أنفاقا تحت الأرض، فلا يعقل أن يقعوا في أنفاق سياسية، وهذا ما كان واضح من المفاوض المقاوم الذي إعاد الهيبة لكلمة المفاوض. وبالتالي الأوراق التي لدى حماس على الصعيد الدولي الشعبي القانوني السياسي وحصار إسرائيل في كل النواحي، وعلى صعيد الجبهات الميدانية العسكرية من البحر الأحمر والأبيض والعربي والهندي وغيرها من هذه الإجراءات المتصاعدة، في الاعتقاد أن ما يجري هو فقط محاولة لإخماد الساحة الدولية وإخفاء القضية الفلسطينية ولو مؤقتاً، حتى يتسنى لكل طرف أخذ نفس. الإسرائيلي يأخذ نفس في ظل الهزيمة، الأمريكي يأخذ نفس تمهيدا للانتخابات وترتيبات ملف أوكرانيا الذي يتصاعد بشكل كبير جدا، وأيضا ترتيبات الحرب على لبنان. هكذا هي تقرأ خديعة بايدن. أما أن يقال أن لديه أشياء إيجابية فهذا مجاملة سياسية، لأنه من أعطى الضوء الأخضر للطائرات كي تقتل، وقبل يومين وقبل يعني ساعة من الآن تقارير أمريكية تشير إلى أن المجازر الأخيرة ارتكبت بسلاح أمريكي دقيق. إذن ما الجديد لدى الأمريكي؟ الأمريكي فقط يحاول أن يغطي إسرائيل بعد أن فشل في تغطيتها بالفيتو، وانتشرت هذه الفضيحة، باتت تحاول أمريكا أن تدخل مدخلا دبلوماسيا وتستخدم عيال بايدن في المنطقة العربية لتمريره على حماس، إما بالترغيب وإما بالترهيب. حماس لم يعد يعنيها أن يقول عنها انتصرت أو انهزمت، حماس لم يعد يعنيها أن يهدد بايدن أو تهدد أمريكا أو حتى يهدد بعض أطراف العرب، حماس لم يعد يعنيها إن كان مكتبها في قطر وإن كان مكتبها في الصحراء، فقط يعنيها طوفان الأقصى. لديه مضمون سياسي، يجب أن يتحقق المضمون السياسي ووحدة الساحات، خط أحمر واضح هذا من خطاب أسامة حمدان وكذلك مواقف المفاوضين. وبالتالي نحن ذاهبون إلى تصعيد، وأعتقد أنه ستفشل خديعة بايدن، لأن الذهاب إلى هدنة بهكذا مقاسات هو انتحار سياسي استراتيجي للمقاومة، وأعتقد أنها لن تقع في هذا الفخ، لأن وحدة الساحات
أهمية كبرى ولن تعطي مجالا للإسرائيلي والأمريكي كي يطبقوا نظريته. أستاذ محمود، هناك من يتحدث يقول إن إعلان المقترح الذي جاء على لسان بايدن هو محاولة من قبل الولايات المتحدة لسحب البساط من تحت قدمي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حتى لا يفسد هذه الصفقة الجديدة كما فعل في مقترحات سابقة. يعني لماذا لم تأتي هذه المبادرة من قبل رئيس الوزراء الصهيوني وأتت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ ما السبب في ذلك؟ يعني حسب رأيي تبادل الأدوار، يعني مجرمين يتبادلوا الأدوار، يعني أحدهم يريد أن يوقف الحرب والآخر يرفض. يعني اليوم يعني بعض الأنباء بتقول أن الصفقة أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بايدن أعلنها بدون علم نتنياهو، وهذه تبادل حقيقة مبادلة الأدوار بينهم كمجرمين حرب. وبالتالي يعني حسب رأيي أنا بقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال، ويعني لا أستثني يعني حلف الناتو الذي يشارك في هذه الإبادة الجماعية، الآن ما يخشاه الأمريكان وأقول بصراحة ما تخشاه الصهيونية الآن أن أوروبا بدأت تفلت من بين أيديهم. يعني ما يحصل في أوروبا الآن هو يعتبر انفلات بالنسبة للأمريكان، يعني دولة مثل إسبانيا دولة عظمى تفلت وتقول على لسان رئيس وزرائها ووزير خارجيتها وأحزابها وبلدياتها أن هناك صهيونية وهناك سامية، ولذلك لحقت بها كثير من الدول. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يخسرون في كل يوم، يخسرون المؤيدين لهم ويخسرون حلفائهم. يعني إسبانيا جزء من الحلف الأطلسي، والآن يعني شعبا وقيادة الآن خسروا هذه البلد. وأيضا هناك يعني الطليان صحيح، يعني هناك دولة حكومة فاشية في إيطاليا، لكن جمهور إيطاليا هو مع القضية الفلسطينية. وأيضا حتى بريطانيا صاحبة وعد بلفور أيضا تتفكك هذه العقدة، عقدة العداء للشعب الفلسطيني. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تلحق نفسها هي والكيان الصهيوني ويتبادلون الأدوار. يعني نتنياهو يطلق العنان لابن غفير، سنقتل أهل لبنان، سنحرق لبنان، سنحرق رفح وهكذا. وسمتريج في المقابل يقول مكتب نتنياهو أننا سندرس هذه الاتفاقية أو هذا الإعلان. إذن الحرب يعني الحقيقة الواقع الآن هناك إبادة في كل لحظة، هناك قتل، هناك تدمير، رغم كل هذه التصريحات التي يطلقها سواء بيرنز مسؤول CIA أو وزير خارجية الأمريكان اللي هو بلينكن أو جاك سوليفان. كل هذه حقيقة هذه الشخصيات تذهب وتجيء إلى الشرق الأوسط تريد أن تقضي على المقاومة الفلسطينية بطرق دبلوماسية سياسية فشلت عسكريا، ولكنها الآن ستخسر أيضا إن شاء الله سياسيا. طيب دكتور مأمون، إسرائيل أنفقت الكثير من مالها السياسي في هذه الحرب، ويبدو أن يعني هناك عدم رغبة أو رغبة ربما تكون استراتيجية في إطالة أمد هذه الحرب، وهناك عدم رغبة في تحقيق نصر سريع وحاسم بالنسبة لها. وحدات حماس في قطاع غزة لم تتأثر بالشدة التي من الممكن أن تكون إسرائيل قد يعني فكرت فيها، حيث أنه الجيش الإسرائيلي لم يهزم حركة حماس وأن في النصيرات دير البلح المغازي والبريج. ما هو مستقبل إسرائيل بعد هذه الهزيمة؟ يعني المستقبل يعني مستقبل يد الله سبحانه وتعالى، لكن مع العلامات والمؤشرات احنا نتحدث في علوم التوقعات او يسمى الدراسات الاستشرافية، نتحدث عن معطيات قيمية ورقمية. يعني مثلا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية الآن في الحزب الديمقراطي 56% من الديمقراطيين يرون أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فقط 15% يقولوا لا.
ثاني نقطة، في بريطانيا حوالي 38% من الطلاب البريطانيين يرون أن ما حدث في 7 أكتوبر أمر طبيعي. في الجيل الجديد هناك نسبة عالية جدا تصل إلى 40% من أو أكثر من الأمريكان في جيل 18 ل 24 يرون أن ما فعلته حماس في 7 أكتوبر أمر طبيعي. طيب. هذا كان موجود. طيب. هذه المعطيات الآن هذا الجيل صحيح أنه في 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 المرحلة الحالية هو لا يحكم، لكن هو الذي سيحكم. هذه نقطة مهمة جدا. الآن في نقطة مهمة جدا، أن الاحتلال وحلفائه يدركون أن هذه معركة وجود، ولذلك هم يستخدموا كل أدوات المعركة الوجودية. مثال أن نظم مثال أن إسرائيل تحاول أن تقتل في الشعب الفلسطيني فكرة أن هناك إمكانية المقاومة، وأن ثمن المقاومة مرعب جدا. طيب. وعليكم أن تخافوا، لكن هذا عاد عليهم بتكلفة كبيرة جدا في مناطق التي تؤسس لوجود إسرائيل، وهي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، خاصة بريطانيا وأمريكا. نعم. ولذلك في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الجيل الآن هناك معركة الصراع، تحول الصراع على غزة إلى صراع قيمي في داخل المجتمع الأمريكي حول هوية أمريكا الديمقراطية والقيم والعدالة والحريات. طيب. وبالتالي أصبح صراعا عميقا جدا في داخل المجتمع الأمريكي. قد تنتهي معركة غزة اليوم أو غدا أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن الصراع القيمي في داخل المجتمع الأمريكي سيمتد إلى عقد أو عقدين حتى تحسم المعركة على من هوية أمريكا وأوروبا. طيب. في هذه دقيقة فقط، أن هذه القيم ستحسم صراع من نحن، أين العدالة؟ هل العدالة عندما نتحدث ونطالب بالحريات في دعم غزة يتم تستخدم ألفاظ وعبارات وأدوات النظم الدكتاتورية باتهام المتظاهرين أو المحتجين بأنهم يتلقون دعما من الخارج، بأنها مؤامرة كونية، بأن تستخدم الشرطة تقمع النساء وتقمع الأطفال وتقمع الرجال والنساء وأساتذة الجامعات، يتم قمعهم في أعرق جامعات العالم. هذا ما تفعله النظم الدكتاتورية التي تتعامل مع الطلاب الجامعيين ومع المحتجين بأنهم تهديد وجودي. الصهيونية المتمترسة مع القوى الإمبريالية المتحكمة في النظام العالمي الحلفاء يعتبرون هذا الفعل الطلابي بأنه تحدي وجودي إلى هيمنتهم على النظام السياسي. طيب. في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يقومون بنفس الأدوات القمعية التي نشاهدها. وبالتالي هذه المعركة معركة رابحة على المدى البعيد، لكنها ستكون تكلفتها. وأقول هنا أننا قد نجد يوما من الأيام في أحد شوارع أوروبا أو شوارع الولايات المتحدة الأمريكية ما حدث في ساحة الصين في تين أنمن، قتل آلاف الطلاب، سيقتل آلاف الطلاب في شوارع أمريكا في هذه المعركة. أستاذ محمد، بأقل من دقيقة شرفنا على الانتهاء، بنظرتكم المستقبلية والاستشرافية، هل ستنفذ خطة بايدن في المستقبل المنظور أم البعيد؟ بأقل من دقيقة لو تفضلتم. لن يكون هناك مجال لخديعة بايدن. التصعيد سيد الموقف الإسرائيلي بجنونه سيذهب إلى مربع جديد دون أن يحسب لجنوده التائهين والعالقين في رمال غزة، وهذا سيأخذهم إلى جبال الأرز دون استراتيجية أيضا. لدى المقاومة قرار، ولا عهد الهزائم وولا عهد ردة الفعل العشوائية، ولدى إسرائيل وأمريكا قرار، استجلب الردع ولو بالإبادة، وحتى اللحظة لم يعود الردع لا بالإبادة ولا بهذه القوة. لذلك نحن ذاهبون لتصعيد، وكلما طالت الحرب كلما خسرت إسرائيل من مخزونها السياسي والدولي والمحلي والميداني. أستاذ محمود الصيفي، هل خطة بايدن بمثابة إعلان النصر لحماس بأقل من دقيقة؟ نعم. يعني وهذا جاء على لسان جون كيربي الناطق باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه تمنى على حماس، تمنى على المقاومة الفلسطينية أن يقبلوا بالخطة. هذا يعني قبل أن يعني نصل إلى نهاية هذا البرنامج، طالبت أمريكا بالقضاء على حركة حماس، الآن تتمنى من حركة حماس أو والمقاومة الفلسطينية، تمنت عليها أن توقف الحرب. نعم أستاذ محمود. إعلان بايدن. دكتور مأمون، بأقل من دقيقة، إلى أين ستؤول الأمور بعد الحرب من الناحية السياسية في قطاع غزة؟
في قطاع غزة الوضع يعني صعب جدا. أعتقد أنه إذا بقي إذا كانت النتيجة وقف الحرب فقط أعتقد أنه سيكون مكلف على حركة حماس، لكن هذا هذا المشهد الحرب لن يكون يعني سيكون مكلف على إسرائيل ومكلف في المدى القريب، لكن على المدى البعيد كما قلت سيكون مكلف على إسرائيل وستدفع ثمن إسرائيل. لكن على المدى القريب أعتقد أن ميكانيزمات إدارة الصراع الحالية تشير إلى أننا بتقديري أننا نسير باتجاه الصدام في الشمال. طيب. وهذا سيجبر إسرائيل البحث عن مخرج في الجنوب، وهذا لا أحد لا يدري بالضبط يعني أين تسير الأمور. لكن الأمور مرشحة للتصعيد في الشمال، وهذا سيضع إسرائيل وأمريكا في أزمة في ظل عام انتخابي وأزمة خانقة لم تحل. إسرائيل لا أفرجت عن الأسرى ولا هزمت حماس. كان معنا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي من رام الله الأستاذ محمد القيق، شكرا جزيلا أستاذ محمد. وكان معنا عبر سكايب أيضا من نابلس عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الأستاذ محمود الصيفي، شكرا جزيلا لكم أستاذ محمود. وكان معنا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر، شكرا جزيلا لكم دكتور. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.